السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله. نعم، واضح. والشاشة واضحة؟ الشاشة واضحة لكم؟ نعم، ما بحاجة. ممتاز. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا عندنا اليوم 3 محاضرات. في حال وجود أسئلة أرجو كتابتها كتابة عند نهاية المحاضرة، هذا أقرأها إن شاء الله وأجاوب عليها. يا ريت الجميع الميكروفون عنده، لو سمحت الجميع يقفل الميكروفون. طيب، أول محاضرة عندنا اللي هي اسمها أساسيات في ممارسة التصوير الطبي. الإشعاع، طبعا التصوير الطبي يستخدم الإشعاع، والإشعاع هو ظاهرة كونية استغلت في المجال الطبي. طبعا نحن نتعرض للإشعاع بشكل مستمر بسبب وجودنا في هذا الكون، يعني في أشعة حولنا اللي نسميها كوزمتيك أو الأشعة الكونية، هذه موجودة باستمرار. ولكن الأشعة اللي نستخدمها في التصوير الطبي هي تعتبر أشعة من صناعة البشر، يعني غير طبيعية. وسبب ذكرنا الأشعة الكونية لأنها حقيقة طريقة جيدة في مقارنة ما يتعرض له المريض في التصوير الطبي بما يتعرض له أصلا يوميا بسبب وجوده زي ما قلنا في الكرة الأرضية. فأحيانا مثلا نقول أن الأشعة الكونية التي يتعرض لها الشخص الواحد خلال عدة سنوات قد تعادل فحص أشعة سينية واحدة. فنوع من التطمين للمريض أحيانا نقول له أنه أنت أصلا قاعد تتعرض للأشعة يعني ظاهرة طبيعية بغض النظر أنت سويت أشعة طبية ولا لا. فالأشعة السينية هي شكل من أشكال الطاقة، هي موجات كهرومغناطيسية. مش معناه أن موجات عبارة عن تتحرك، الأشعة السينية تتحرك على شكل موجات بسرعة الضوء، ليس لها شحنة ولا كتلة. لكن الفرق بين الموجات الكهرومغناطيسية الأخرى اللي هو مثل الضوء مثلا أو الراديو والأشعة السينية، إن الأشعة السينية عندها طاقة أكبر تستطيع بها اختراق جسم الإنسان، ولذلك ممكن أن تؤدي الأشعة السينية إلى وجود تأثيرات على جسم الإنسان، على الـ DNA وعلى الخلايا وعلى الجلد وعلى الشعر، تساقط الشعر، كل هذه ممكن ينتج من التعرض لكمية عالية من الأشعة. بعد اكتشاف الأشعة السينية بواسطة العالم رونتجن، هو اللي اكتشفها، تم استغلالها في المجال الطبي طبعا لغرض ماذا؟ لغرض تشخيص الأعضاء الداخلية، لأن الأشعة تعطيك صورة للأجزاء الداخلية في جسم الإنسان. استخدام الأشعة في الطب في ازدياد طبعا، بدأت بأنها تستخدم إكس راي عادية، وبعدين تطور الطب وصرنا نستخدم السي تي سكان، نستخدم الأنجيو اللي التلفزيونية والمقطعية. واعتماد الأطباء على نتائج الأشعة في اتخاذ قراراتهم أيضا في تزايد، يعني كل ما له يصير الطبيب ما يستطيع اتخاذ قرار بالنسبة للمريض إلا بعد الحصول على الأشعة. إحدى الدراسات في عام 2006 تم إجراء 62 مليون فحص أشعة مقطعية في الولايات المتحدة فقط، بينما في 1980 3 مليون، يعني خلال تقريبا
26 سنة ارتفع من 3 مليون إلى 62 مليون. الفروع: التصوير الطبي أو التشخيص الطبي، تشمل أول شيء الأشعة السينية اللي هو البلين إكس راي نسميها، أو الجنرال إكس راي بعضهم، وهي وسيلة للتصوير تسمح بالحصول على صورة لأعضاء الجسم الداخلية باستخدام الأشعة السينية إكس. مثل ماذا؟ مثل السكال إكس راي اللي هو الجمجمة، ومثل السباين إكس راي، ومثل السي سباين، والتشيست، والأبدومين، والإكستريميتيز، الأطراف، والبطن. وهذه الأشعة طبعا يقوم بها ألو، فني الأشعة، وبعدين طبيب الأشعة هو اللي يسوي تقرير عليها. الفرع الثاني اللي هو التصوير المقطعي أو السي تي سكان. التصوير المقطعي هو طريقة تصوير تستخدم أيضا أشعة سينية، ولكن الفرق أنها تنتج صور ثلاثية الأبعاد بدل ما هي ثنائية الأبعاد باستخدام الكمبيوتر. فهو عبارة عن مصدر للإشعاع يدور حول المريض ويأخذ صور متعددة على إما نصف دائرة أو دائرة مكتملة، بعدين الكمبيوتر يعيد ترتيب هذه المعلومات التي جمعها للحصول على صورة ثلاثية الأبعاد. طبعا السي تي سكان نستخدمه في تصوير جميع أجزاء الجسم تقريبا، ما في جزء من الجسم ما نصوره بالأشعة السينية. درجة الوضوح طبعا تختلف من جزء إلى آخر، ولكن الأشعة السينية طبعا جيدة جدا في تصوير العظام طبعا وجود كسور، أيضا تصوير البطن داخل البطن في حال وجود نزيف مثلا في الدماغ، هذه أيضا الأشعة السينية. ميزتها طبعا بالنسبة للطوارئ أنها سريعة جدا وتعطي تشخيص سريع، ففي حالات الطوارئ الأشعة المقطعية من أفضل الخيارات. حتى أن بعض المستشفيات الآن يحطون جهاز أشعة مقطعية في الطوارئ، مش في الأشعة، في الطوارئ. طبعا التصوير المقطعي المحوسب يسمونه، لأنه استخدام الكمبيوتر، له مناسبات، يستخدم في مناسبات خاصة لسرعة فحص الأشخاص الذين يكون لديهم إصابات داخلية نتيجة حوادث السيارات مثلا أو حوادث أخرى. الفرع التالي هو استخدام أيضا الأشعة السينية. إذا الإكس راي العادية تستخدم أشعة سينية، السيت سكان تستخدم أشعة سينية، والماموغرام أو أشعة فحص الثدي أيضا تستخدم أشعة سينية. ولكن هنا الفرق طبعا جهاز برضو خاص، لأنه الجهاز هذا مصمم بحيث أنه يناسب تصوير الثدي، اللي هو الثدي عبارة عن soft tissue، إذا ما عندنا لا عظام ولا شيء ثقيل، عبارة عن أنسجة، ولذلك الجهاز مصمم بحيث أنه يعطي أفضل صورة للأنسجة، أنسجة الثدي، عندما نحتاج أن نشوف المايكرو كالسيفيكيشن. المايكرو كالسيفيكيشن عادة تبين في الأشعة قبل أن يبدأ يظهر أعراض على المريضة، في حال وجود لا قدر الله ورم. فالجهاز مصمم بحيث أنه يعطيك أفضل صورة، بحيث أنك تشوف المايكرو كالسيفيكيشن حتى لو أنها في بداياتها، يعني أدنى فروقات في الكثافة بين الأنسجة الطبيعية والأنسجة الورم تظهر في هذا النوع من الأشعة. فهو يعتبر هو المرجع أو
يسمونه جولد ستاندرد او ديجنوستيك تول، او وسيلة التشخيص الأولى أو المثلى لتشخيص أورام الثدي، وهو طبعا أدى إلى انخفاض معدل الوفيات، لأن سرطان الثدي عندما يتم اكتشافه في بداياته نسبة الشفاء منه عالية جدا، بينما لما يكتشف متأخر تكون نسبة الشفاء تتأقل بكثير، وفي الغالب يؤدي إلى الوفاة. طبعا سرطان الثدي هو النسبة رقم واحد بين النساء من أنواع السرطانات. الآن بالنسبة للماموغرام أو أشعة تصوير أشعة الثدي، هي أيضا عندنا طبعا تستخدم كنوع من يسمونه السكرينينج أو الفحص المبدئي، يعني حتى المريضة اللي ما عندها أعراض ولا تشتكي من أي شيء المفروض أنها تسوي ماموجرام، بعد يكون عمرها 50 سنة تسوي ماموجرام مرة في السنة. فهو من النوع اللي يسمونه سكرينينج، يعني أنت تقعد تفحص ناس ما عندهم أعراض أبدا، بس فحص وقائي زي ما يقول، على أساس نتأكد إنه ما في أي شيء. الفرع اللي بعده من الأشعة الطبية هي الموجات فوق الصوتية. الآن إحنا في الموجات الفوق الصوتية ما نستخدم أشعة سينية، بل نستخدم نوع ثاني من الموجات الكهرومغناطيسية اللي هي ذات الطاقة الأقل، اللي هي الألترا ساوند، الموجات فوق الصوتية. معنى فوق الصوتية أن موجات كهرومغناطيسية لها تردد أعلى من تردد موجات الصوت اللي هي تعتبر يستطيع الإنسان سماعها زي موجات الراديو يعني. فالموجات فوق الصوتية طبعا طريقة عملها أنك أنت ترسل موجات فوق صوتية، موجات فوق الصوتية هذه عندما تخترق الجسم وتنتقل من نسيج إلى نسيج آخر ذو كثافة مختلفة، يحدث ماذا؟ يحدث ارتداد للموجات فوق الصوتية هذه. عندما ترتد يلتقطها اللاقط حق الجهاز، وبالتالي يستطيع صناعة صورة بناء على ارتداد الأشعة هذه. طبعا ميزة الموجات الصوتية إنها لا تؤثر على جسم الإنسان، يعني ليس لها آثار جانبية زي الإكس راي. والميزة الثانية إنها تعطيك صورة حية، فوأنت تسوي تصوير أو سكانينج أو خلال الفحص تشوف الصورة في الشاشة مباشرة، الصورة حية متحركة، يعني دايناميك سكان يسمونه، أو صورة ديناميكية أو صورة حية. يعتبر بعضهم يسميها الأشعة السونار أو التلفزيونية. طبعا كون هذه الأشعة ليس لها آثار جانبية، فهي مناسبة جدا للأطفال، ومناسبة جدا للحوامل، ومناسبة جدا للنساء الصغيرات. الأشعة الصوتية طبعا هي تظهر الأنسجة مثل العضلات، ومثل الأنسجة الداخلية مثل الكبد ومثل الكلى، وتظهر أيضا الشرايين والأوردة، ولكنها لا تصلح لفحص العظام. إذا إحنا نبغى نشوف العظام، أفضل وسيلة هي إما الإكس راي، أو الأفضل منها أيضا السي تي سكان، لكن الموجات الصوتية ما تناسب، يعني واحد عنده كسر ما يصلح نسوي له أشعة فوق صوتية، نسوي له يا سيت سكان يا إكس راي. الفرع اللي بعده اللي هو التصوير المقطعي المحوسب بالبوزيترونات أو البيت. كلمة بيت هي اختصار لبوزيترون إيميشن توموغرافي،
وهي عبارة عن حقن المريض بمواد مشعة. هذه المواد المشعة هي عبارة عن مواد تصدر بوزيترون. البوزيترون هو عبارة عن إلكترون موجب. أوكي. فيه مواد تصنع، وهذه المواد تطلق بوزيترونات. وطبعا هذه المواد المشعة نسميها أحيانا نسمونها دواء إشعاعي. وهو مكتفي. ما معنى مكتفي؟ إنه يروح للمكان اللي أنت تبغى تصوره. فإذا أنت تبغى تصور الدماغ يروح للدماغ، يصير مكتفي أثر الدماغ. إذا أنت بتصور الكبد يروح للكبد وهلم جرى. طبعا المريض عادة يكون تصور البيت هذه البوزيترون، ويكون معه سي تي سكان مع بعض. فأنت تأخذ صورة بالسي تي سكان، ثم بعدها تأخذ صورة بالبوزيترون وتركب الصورتين على بعض. ليش؟ البوزيترون يعطيك معلومات عن وظائف العضو هذا اللي انت قاعد تصوره، مثل وظائف الكبد او وظائف الدماغ ولا وظائف الكلى. والسيتي سكان يعطيك الاناتومي او التشريح. فلما تركبهم على بعض يصير في قصور في جزء معين من هذا العضو، تقدر تعرف بالضبط وين القصور موجود في اي جزء من هذا العضو. طبعا هذه المواد الإشعاعية التي اللي هو البوزيترون إميترز أو مصدرات البوزيترون، هي عبارة عن مواد يتم تصنيعها خارج المملكة أو في بالسايكلوترون اللي مسرع، وبعدين تحضر للمستشفى ويتم حقنها للمريض. أحيانا تكون أغلب الشيء تكون حقن عن طريق الوريد، ولكن في بعض الأحيان نعطيه عن طريق الفم أو عن طريق التنفس، يعتمد على العضو والأنسجة التي تجري دراستها. فمثلاً إذا أنا أبغى أدرس المعدة مثلاً، مناسب إني أعطيه عن طريق الفم. إذا أنا أبغى أدرس الرئتين، مناسب إني أتنفس المادة. لكن إذا أنا أبي أدرس مثلاً الكبد أو الدماغ، الأفضل إني أعطيه عن طريق الوريد. الوريد طبعا أسرع وسيلة لإيصال المادة المشعة للعضو المراد تصويره. أكثر شيء طبعا استخدام في البيت أو البوزيترون هو حالات السرطان، لأنه يبين لك أول شيء إذا في بشكل جيد. الدماغ عادة نصور إذا نبغى نشوف إذا فيه انتشار للأورام إلى الدماغ، في اضطرابات الدماغ. وزي ما قلنا يتم دمج صور فحص التصوير المقطعي اللي تعطيك التشريح مع الإصدار البوزيتروني. عفوا دكتور، أيوة الصوت مو واضح. مو بواضح؟ لا ايوه قبل شويه كذا يعني كان كويس، بعدين اختفى فجاه، ودحين يعني واطي ضعيف. والان كمان برضو. والان اوكي احسن شويه. كذا افضل؟ لا برضو نفس الشيء. وكذا استني شويه اشوف. كذا افضل؟ ايوه كذا افضل. أوكي. طيب لو صار أي مشكلة في الصوت أو ده على طول بلغوني. ها أوكي إن شاء الله. النوع اللي بعده اللي هو التصوير بالرنين المغناطيسي أو الأشعة المغناطيسية، بعضهم يسميها. هذه الأشعة مثل الألتراساوند، هي لها نفس الميزة أنها ما لها آثار جانبية. لماذا؟ لأنها تستخدم موجات الراديو. موجات الراديو طبعا ما لها الطاقة التي تؤدي إلى
آثار جانبية، طاقتها أقل بكثير من أن تؤدي إلى آثار جانبية. والميزة الأخرى للـ MRI غير أن ما لها آثار جانبية، أنها تعطي صورة غاية في الدقة بالنسبة للأنسجة، يعني مش العظام، الأنسجة soft tissue. فإذا نحن مثلا نبغى نشوف وجود ديسك عند المريض أو عنده مشكلة في الحبل الشوكي، الأشعة الرنين المغناطيسي ممتازة جدا. إذا نبغى نشوف مشاكل في أنسجة الدماغ، التصوير بالرنين المغناطيسي مناسب جدا. فهو عبارة عن تقنية تستخدم مجال مغناطيسي، ولذلك تسمى الرنين المغناطيسي، ونرسل على المريض موجات راديو. موجات الراديو هذه إذا سقطت على الجسم ترتد من الجسم، وارتدادها من الجسم يلتقطه الكمبيوتر ويصنع من هذه المعلومات الصورة اللي نشوفها. زي ما هو الألتراساوند، احنا نرسل موجات ألتراساوند ترتد من الجسم، بعدين الكمبيوتر يأخذها ويحولها لصورة. هنا نفس الشيء، بس نرسل بدل موجات الصوتية أو الفوق الصوتية نرسل موجات راديو، ويكون المريض في وسط مجال مغناطيسي عالي، وارتداد الموجات الراديو هذه لما ترتد الكمبيوتر يلتقطها ويصنع منها الصورة. الـ MRI تستطيع أن تفحص تقريبا جميع أجزاء الجسم باستخدام الـ MRI، مثلا في الركبة على أساس مشاكل الأربطة والليجمنت، نستخدم لتصوير العمود الفقري بالنسبة للمشاكل اللي عندهم انزلاقات، نستخدم لتصوير الدماغ بالنسبة للناس اللي عندهم مثلا مشاكل في الدماغ أو لا قدر الله نزيف. طبعا المراي من أكثر الفروع التي صار فيها تطور كبير، فصار فيه مثلا إنتاج صور ثلاثية وحتى رباعية الأبعاد، وممكن أنك تسوي فانكشنال MRI اللي هو التصوير المغناطيسي الوظيفي، بمعنى أنه نطلب من المريض يقوم بأوامر معينة، مثل يحرك أصابعه، يفكر في جملة أو يقرأ جملة أمامه، ونشوف الجزء من الدماغ اللي نشط خلال التصوير، فنعرف أي جزء مثلا المسؤول عن الحركة، أي جزء مسؤول عن الحديث أو الكلام، وهل هم جرى. الفرع اللي بعده من الأشعة الصوت الطبية اللي نسميه الأشعة التداخلية أو الأنجيوغرام، بعضهم نسميه أنجيوغرام وبعضهم نسميه انترفينشنال راديولوجي. ما معنى هذه التداخلية؟ معناها أن فيها تدخل أو بروسيجر، عبارة عن أنك تدخل المريض، تدخل قسطرة للمريض ثم تحقن صبغة وتأخذ صور. أوكي. الأشعة التداخلية كانت في إلى عهد قريب عبارة عن تشخيصية، يعني تستخدم في أغراض تشخيصية فقط، يعني يبغون يشوفون إذا فيه شريان مسكر أو وريد مسكر أو فيه نزيف في مكان ما. بعدين تطور العلم إلى أنه بدأت فيها استخدامات علاجية، يعني مثلا يشوفون وين المكان اللي فيه تضيق في الشريان، بعدين يقدرون يدخلون بنفس القسطرة هذه ويسوون توسعة للتضيق هذا اللي موجود، فأصبحت ديجنوستيك وثيرابيوتيك، يعني تشخيصية وعلاجية. أيضا هي تستخدم طبعا لما تدخل القساطر هذه وتحقن المريض بالصبغة، الصور يتم إنتاجها باستخدام أشعة سينية، فإذا هنا لها آثار جانبية مثل أي وسيلة تستخدم الأشعة السينية، فلها آثار جانبية. ولكن الميزة عندها كما قلنا أنها تستطيع أنك تدخل عن طريق القسطرة إلى المكان المراد المستهدف، ثم الطبيب الأشعة يستطيع أن يعمل علاج للمكان المتأثر. الآن خلينا نتكلم عن التصوير بالأشعة السينية اللي هو الأشعة العادية الإكس راي. المراحل اللي يمر بها هي أولاً تجهيز الأشعة السينية الصادرة من مصدر مناسب،
ما معنى تجهيز؟ أن تجهيز الجهاز واختيار العوامل المناسبة وتأكد من أنه يعمل بشكل جيد، ثم أنه نسقط الأشعة على المنطقة المطلوب تصويرها. مثلا إذا نصور الركبة نسقطها على الركبة فقط، إذا نصور اليد نسقطها على اليد فقط وهلم جرة. ثم هناك مستقبل للأشعة بعدما تمر بالجسم أو تنفذ من الجسم، في الجانب الآخر هناك مستقبل للأشعة اللي هو يكون فيلم أو يكون ديجيتال ديتكتور أو لاقط رقمي. هذا يستقبل الأشعة ثم يسجلها بواسطة الوسيلة هذه، يا فيلم في العهد القديم أو اللي هو الديجيتال اللي هو عبارة عن جهاز لعد الفوتونات، ثم يقوم بمعالجة هذه المعلومات اللي وصلت. طبعا إذا كان فيلم المعالجة تكون كيميائية، وإذا كان جهاز لعد الفوتونات تكون عن طريق الكمبيوتر، ثم الحصول على الصورة. الصورة هذه طبعا تكون تعطي معلومات عن الأنسجة التي مر بها الشعاع. فهذه الأشعة إذا كانت مرت بعظام فسيكون فيه تخفيف شديد للأشعة هذه اللي هو attenuation، وإذا كانت مرت بمثلا رئة فقط موجود فيها هواء يكون نسبة تخفيف قليلة أقل، فتظهر على الصورة سوداء، بينما المناطق اللي مرت بزي العظام وصار فيها تخفيف للإشعاع كبير تظهر على شكل أبيض. وطبعا احنا نقول انه احنا نقول انه ما فيه أبيض وأسود في الصورة، بل درجات الرمادي يسمونه shades of gray، درجات الرمادي. والسبب اننا ما نستخدم في الصورة او في الفيلم الأسود والأبيض، أنه عندما تستخدم درجات الرمادي يستطيع عرض الكمبيوتر درجات لا متناهية في الفروقات في الكثافة. فإحنا عندنا مثلا العظام الأشد كثافة ستظهر تقريبا كأنها بيضاء، والرئة أو الأماكن اللي فيها هواء هي الأقل كثافة، وبعدين عندنا أشياء كثيرة بينهما مثل الدم، مثل السوائل، مثل الماء، مثل الأنسجة زي أنسجة الكبد، غير أنسجة الرئة، غير أنسجة الكلى. فالأنسجة هذه اللي فيها فروقات بسيطة في الكثافة، اللاقط يستطيع إظهار هذه الفروقات لنا، وبالتالي نميز نفرق مثلا بين الكلى عن الكبد عن العروق عن السوائل وهلم جرى. فالدرجات الرمادي تعطينا فسحة أكبر لعرض اختلافات أكثر في الكثافة، يعني حتى لو الاختلاف في الكثافة بسيط يظهر، بينما لو قلت أسود وأبيض خلاص بيظهر لي يا أسود يا أبيض، فبالتالي الأشياء اللي بين in between على قولتهم ما تظهر. الآن لما نسوي أي أشعة باستخدام الأشعة السينية اللي هو قلنا لها آثار جانبية، عندنا هدفين. أول شيء أننا نأخذ أفضل جودة من الصورة، يعني تكون الصورة في أفضل جودة. وما معنى أفضل جودة؟ ليس بالضرورة أن تكون جميلة، لكن أنها أهم شيء تظهر للطبيب الأشعة ما يحتاج أن يراه للحصول على التشخيص عشان يشخص المرض. وفي نفس الوقت نبغى ناخذها بأقل جرعة إشعاعية للمريض، على أساس أن احنا ما نبغى المريض بعدين يتعرض ل أو يصير له أعراض جانبية. الأعراض الجانبية هذه أحيانا تكون مش فقط فورية مثل تساقط الشعر أو احمرار الجلد، ممكن تكون على مدى سنوات، وكلما تعرض للأشعة كلما زادت احتمالية ظهور
الأعراض الجانبية زي السرطان مثلا، فإحنا نبغى نخفض قدر الإمكان في كل مرة نسوي للمريض صورة، نبغى نأخذها بأقل جرعة ممكنة من الأشعة. الآن المراحل الرئيسية في نظام التصوير، أول شيء إنتاج شعاع الأشعة السينية وتنسيقه، هذه طبعاً إن نتكلم على أنبوب الأشعة الإكس راي تيوب، هو اللي ينتج لنا الأشعة السينية. معنى تنسيق إنه يكون على شكل يناسب الجسم اللي إحنا نصوره، على شكل مربع، ممكن يكون على شكل مستطيل، على حسب الجسم اللي إحنا نصوره. إذا نصور مثلاً السكال، إذا نصور السكال أو الجمجمة، نفرض يكون مثلاً مربع، إذا نصور الذراع يكون مستطيل. ايضا نمرر الاشعه على المرشحات والفلترز والكولوميتر. الكولوميتر هي عباره عن ادوات تحدد المنطقه التي ستتعرض للاشعه. فاذا انا مثلا بسوي الكتف الشولدر، ما في داعي اني اعرض مثلا الرقبه او الجمجمه للاشعه. فالكولوميترز أو المحددات هذه تخلي الإشعاع فقط على المنطقة المراد تصويرها فقط. بعدين المرحلة اللي بعدها مرحلة تفاعل فوتونات الأشعة وتكوين معلومات الصورة. ما معنى التفاعل؟ أن مرورها بالأنسجة الجسم وتفاعلها، يعني أنه يصير لها attenuation أو تضعيف بناء على كثافة الجسم اللي مرت فيه. فنمطي الامتصاص يعني يصير لها امتصاص، وتوهين، توهين يعني يصير لها تضعيف أو تقليل. هذه تبي تنتج لنا المعلومات المرئية على فيلم التصوير، اللي قلنا عبارة عن درجات الرمادي بناء على كثافة الأنسجة التي مر بها الشعاع الأشعة. فالكثافة العالية تبي تؤدي إلى امتصاص عالي وتوهين عالي، والكثافة المنخفضة بتؤدي إلى امتصاص أقل وتوهين أقل. بعدين مرحلة أسر صورة الأشعة، يعني التقاطها سواء من الفيلم أو الوسيلة الإلكترونية اللي هي الآن أكثر انتشارا. بعدين مرحلة معالجة الصورة، معناها لما تطلع عندي الصورة هذه الآن باستخدام الكمبيوتر أقدر أسوي لها معالجة، أقدر أخليها أكثر غمقا أو أكثر أفتحها أكثر أو أغمقها أكثر. الهدف أن تكون المعلومات سهلة الوضوح للطبيب الأشعة على أساس يكتب التقرير حقه. طيب كيف تميز الأشعة السينية بين أعضاء الجسم؟ كيف الأشعة تقولنا أن هذا عظم وهذا مثلا رئة وهذه كبد وهلما جرى؟ الفكرة أنه أنسجتنا تختلف في الشكل والحجم والكثافة، فكلما زاد حجمها وكثافتها كلما كان امتصاصها وتوهينها أو تضعيفها للأشعة يكون أكبر والعكس صحيح. أوكي، ف عند التصوير الطبي بالأشعة السينية الأهم، أنا لأني أنا بعتمد على توهين وتضعيف الأشعة هذه وامتصاصها، يجب اختيار الطاقة المثالية التي تكافئ أكبر تباين في قيم معامل التوهين لمكونات الجسم الموجود في مسار الأشعة. هذا الكلام طبعاً شكله معقد وذا، بس وش معناه؟ أنا الآن إذا أنا أصور جزئين مختلفين في كثافة، أبغى الصورة تبين لي أكبر تباين بينهم، يعني يبين لي أكبر فرق بينهم، يعني خليني بسهولة أميز أن هناك نسيجين مختلفين ذو كثافة مختلفة. كيف يبين أنهم درجة الرمادي اللي واضحة في الصورة مختلفة، وبالتالي أقول هذا النسيج كثافته مختلفة عن هذا النسيج. مثلا هذا النسيج هو عبارة عن كبد، بينما هذا عبارة عن رئة، أو هذا عبارة عن كلى، أو هلم جرى. أفضل شيء يعني يساعد على أنه يكون أكبر تباين بين الأنسجة المختلفة أنك تستخدم الطاقة المناسبة أو المثالية، لأن الطاقة اللي هو الـ KVP اللي يختارها الفني الأشعة
هي التي تحدد درجة الاختراق ودرجة الامتصاص، فكلما زادت الطاقة كلما صار الاختراق أكبر والامتصاص أقل، والعكس صحيح. إذا اخترت الطاقة الصحيحة والمثالية تحصل على صورة أشعة جيدة. إيش معنى جيدة؟ أنها تتسم بوضوح التفاصيل وتساهم في التشخيص الناجح. وزي ما قلنا دائما نتذكر أننا نبغاها أفضل صورة ممكنة بأقل جرعة إشعاعية للمريض. معامل التوهين اللي هو درجة الامتصاص يمثل مقياس لتناقص شدة الأشعة السينية في مسارها، يعني لما تمر بالمسار هذا وتمر بالأنسجة كم كمية تناقص شدة الأشعة. إذا مرت طبعا في العظام يصير مقياس تناقص الأشعة عالي، وإذا مرت مثلاً الدم يكون تناقص شدة الأشعة أقل. طبعاً يعبر عنه بطريقتين، خطي وكتلي، بس إحنا هذا يعني ما يحتاج إنكم تلمون فيه يعني كثير. الآن شدة الأشعة السينية تمثل طبعاً، لما نقول شدة الأشعة السينية نتكلم عن عدد الفوتونات الساقطة، فإذا كان فيه تناقص شديد معناها عدد الفوتونات تكون أقل، إذا مرت في العظام يعني، إذا مرت في الرئة أو في الدم يكون عدد الفوتونات التي تناقصت أقل. خلينا نعطي أمثلة على بعض الفحوص، مثلا فحص الصدر بالأشعة السينية. طبعا الصدر، فحص الصدر يشكل تقريبا 30-40% من فحوصات الأشعة التي تتم في قسم الأشعة. يعني كل يوم إذا كان يجي القسم الأشعة 100 مريض، 40% منهم يكونون جايين عشان chest X-ray أو فحص الصدر بالأشعة. طبعا على الرغم من أن عملية تصوير الصدر لا تستغرق سوى ثواني معدودة، إلا أنه يتطلب خبرة ودقة في أداء المهمة. لازم يكون الشخص اللي يأخذ الفحص بالأشعة الصينية للصدر يكون ملم وعنده خبرة. الهدف طبعاً هو الأشعة الصدر، ميزتها أنها تظهر جميع الأنسجة والأعضاء الموجودة في القفص الصدري اللي هي الرئتين وعظام القفص الصدري والقلب والأوردة والشرايين الموجودة. كل هذه تبين في أشعة الصدر وبالتالي يمكن تشخيصها. فهو عبارة عن فحص سريع جدا ولا يحتاج أدوات معقدة، وفي نفس الوقت يعطي معلومات هائلة عن المريض. المرضى اللي يجون عادة للطوارئ مثلا عندهم كتمة، عندهم صعوبة في التنفس، عندهم آلام في الصدر، كل هذول تسوي لهم فحص بالأشعة الصدر وبالغالب تستطيع أن تحصل على التشخيص. الآن عادة المريض لما نسوي أشعة بالصينية هناك عدة أوضاع يعتمد الوضع، يعني كيف تضع المريض يعتمد على الموقع التشريحي للجزء المشكوك في مرضه. مثلا إذا أنا بسوي أشعة للصدر غير لما أكون بسوي أشعة للركبة، غير لما أكون بسوي أشعة للإصبع مثلا. ويعتمد أيضا على حالة المريض، مثلا أبغى أسوي أشعة للصدر الأصل أن يسويه والمريض واقف وقوفا، لكن فيه أحيان يجي المريض حالته لا تسمح بأنه يكون يقف على قدميه، فبالتالي يسويها مثلا وهو جالس، وإذا ما يقدر يجلس يسويها وهو نايم. وأيضا يعتمد على أن المريض هل هو بدين ولا نحيف، واختيار وضعية الجسم والمواضع النسبية لمصادر الأشعة تهدف لماذا؟ أن أول شيء الحصول على أفضل صورة ممكن الجزء المطلوب تصويره، فبعض الأجزاء أفضل أن يجي من الأمام، بعضها أفضل أن يجي من الخلف، بعضها أفضل أن المريض يكون واقف، بعضها أن المريض يكون نايم. مثلا إذا أنت بتصور الأشعة للركبة اللي عندهم روماتيزم، الأفضل أنه يكون واقف على أساس يبين إذا في العظمين يحتكون مع بعض. إذا أنا أسوي أشعة للصدر أيضا المفروض واقف على أساس أنه يكون إيش
حجم القلب حجم حقيقي ما هو منفلطة. أيضا أنا أختار للحصول على الحد الأدنى من التعرض الإشعاعي لحماية المريض. زي ما قلنا مثلا إذا أنا بسوي أشعة للسكال مثلا الجمجمة، أنا أسويها مثلا مع الأمام أو الخلف بناء على حساسية الجزء المراد تصويره بالنسبة للأشعة. الآن ما هي الأوضاع؟ ممكن مسقط من الخلف إلى الأمام، وما معنى هذا؟ يعني أنه الإشعاع سيسقط من الخلف ويخرج من الأمام، خلف من خلف المريض ويخرج للأمام، اللي يسمونه خلفي أمامي أو posterior anterior، أو العكس مثلا يسقط من الأمام ويخرج من الخلف، أو يسقط من الشمال جانبي أو يسقط من اليمين جانبي، أو مائل من الأمام يمين أو مائل من الأمام شمال، أو مائل من الخلف يمين ومائل من الخلف شمال. يعني جميع الزوايا والأوضاع ممكنة، وزي ما قلنا بناء على الجزء المراد تصويره وبناء على حالة المريض. القيود التصوير بالأشعة السينية، أول شيء الحصول على صورة في بعدين فقط لجسم ثلاثي الأبعاد، يعني أن التفاصيل الداخلية للجسم ستظهر متراكمة فوق بعضها البعض. وش معنى هالكلام؟ يعني أنا لما أسوي جسم الإنسان في حقيقته هو عبارة عن ثلاثي أبعاد، صح ولا لا؟ مو هو ثنائي البعد، بينما الصورة هي تظهر لك ثنائي الأبعاد. ما معنى هذا؟ أن تختزل البعد الثالث، أنها تراكم الأنسجة فوق بعضها البعض، وبالتالي هذا نوع من الليميتيشن أو القيود. فليس لدينا معلومات يمكن استنتاجها من الصورة حول تفاصيل عمق الجسم. إذا بغينا تفاصيل أكثر عن البعد الثالث ماذا نفعل؟ نسوي سيتي سكان. سيتي سكان يعطينا البعد الثالث، لأنه باستخدام الكمبيوتر وباستخدام صور من زوايا مختلفة أستطيع أنا أن أحصل على البعد الثالث. أيضاً التصوير العادي بالأشعة السينية غير قادر على التفريق بين الأنسجة الناعمة، فإذا كانت الفروقات في الكثافة بين الأنسجة الناعمة قليلة جداً، يعني متقاربة هذه الأنسجة في الكثافة، فقد تظهر كما لو كانت نسيج واحد وليست أنسجة مختلفة. وزي ما قلنا مثلاً تصوير الثدي إحدى التحديات فيه أنه كيف أظهر هذه الفروقات البسيطة جداً في الكثافة بحيث أنها تكون واضحة في الصورة أو في الفيلم. أيضاً من القيود أنه لا توجد قياسات مطلقة حول درجة شفافية وسداد الأفلام، بل تتم على نحو نسبي. يعني ما في شيء يقولك مثلا العظام دائما تظهر بنفس درجة الشفافية، هي حتكون نسبية كل مرة، يعني مختلفة عن المرة اللي تليها. طيب خلينا نتكلم على وجه السرعة عن الأضرار، أو خلينا نسميها بدل الأضرار نقول الجانبية، الأعراض الجانبية. زي أي شيء في الطب، يعني سواء أدوية أو إجراء جراحي أو أشعة، لابد من وجود أعراض جانبية. ولكن إحنا دائما نختار إنه إذا كانت الأشعة الفائدة منها تغلب على الضرر المحتمل، يعني الخطر المحتمل أكبر من الفائدة المحتملة، خلاص يكون القرار أنه نسوي الأشعة. إذا العكس لا، ما نسوي الأشعة. وعادة طبعا كمية الأشعة اللي احنا نستخدمها في التصوير الطبي ما هي بالكمية التي ممكن تحدث ضرر بإذن الله. ما طبعا إذا كنا نمارس وفق الأعراف والتقاليد. أوكي. الأضرار التي قد تحدث طبعاً هي تشمل زي ما قلنا، تبدأ من سقوط الشعر وتنتهي إلى السرطان بناء على الجرعة. كلما زادت الجرعة يكون الأثر أكبر، ولكن زي ما قلت لكم الكميات والجرعات اللي نستخدمها في الأشعة لا تصل حقيقة لأنه تؤدي إلى حدوث شيء زي الأنيميا أو السرطان، إلا إذا كان الواحد
مهمل، يعني لم يتخذ الإجراءات الاحترازية. طبعاً الأشعة والسرطان، ليش السرطان دائماً يتكلمون عنه مهم؟ لأن التأثير أو ظهور السرطان قد يكون تراكمي، يعني بحيث أنه إذا تعرض مريض للأشعة بشكل متكرر دائماً وعلى مدى سنوات طويلة، ممكن يؤدي ذلك إلى ظهور سرطان عند الكبر مثلاً بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، لأن الأثر تراكمي زي ما قلنا. ولكن طبعاً نرجع ونقول أنه عندما تتم التصوير بالأشعة باتباع الإجراءات والنظامية وباتباع الخطوات الاحترازية المعروفة، بإذن الله ما يؤدي إلى أي من هذه الأضرار. الآن طبعاً زي ما قلنا، فوائد الأشعة في الطب عظيمة جداً، لأنها أتاحت لنا أن نشخص المرضى، نشخص عدة مشاكل وأمراض بشكل دقيق جداً وبسرعة متناهية. فأصبح الطبيب تقريباً لا يستطيع العمل من دون وجود الأشعة، وبالتالي هي أتاحت تشخيص الدقيق والسريع للأمراض المختلفة. الآن أفتح المجال للأسئلة لو سمحتوا، إذا تقدرون تقولون السؤال باستخدام الميكروفون تفضلوا. من عنده شيء السؤال؟ السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. أنا كتبت سؤال لي في الشات بس ما في مانع إني أقولها مرة ثانية دكتور. في عندي كذا سؤال دكتور. تفضل. طيب سلمك الله دكتور. السؤال الأول، كم تقدر جرعة تصوير الثدي؟ أبي دكتور يعني في المعدل، يعني مثلا كل جرعة يعني إشعاعية تتجه لتصوير المامو، كم يعني المعدل الإشعاعي لها؟ طبعا هي ما تقدر تقول والله أي، ذا يعتمد زي ما قلنا على طريقة التصوير، قرب المصدر، ويعتمد على النسيج. يعني كل الثدي مكون من يسمونه glandular tissue، الأنسجة يسمونها هذه الحليبية، و soft tissue. النساء سبحان الله يختلفون نسبة glandular tissue لل soft tissue والregular tissue، تختلف من راية أخرى. كويس. أيضاً كثافة الثدي تختلف من امرأة أخرى، حجم الثدي يختلف، وبالتالي الجرعة الممتصة تختلف من مريضة إلى أخرى. إحنا طبعاً وش اللي نسوي بالنسبة لهدف الحماية من الإشعاع؟ إن إحنا نسوي تصوير للفانتوم. تعرفوا وش معنى الفانتوم؟ أي نعم. وش معناه بالعربي عشان اللي يسمعوننا بس؟ المجسم دكتور، زي المجسم. مجسم يحاكي الثدي اللي يعني الأفرج زي ما يقولون، اللي موجود في الأفرج بريست، ونقيس الجرعة، والمفروض هذه الجرعة تكون أقل من 2.6 جري، يسمونها جري، هذه الجرعة كويس 2.6 جري من كل صورة تأخذ. إذا أخذنا بالمجسم وشفنا أن الجرعة أقل من 2.6 معناها it is safe، يعني معناها إحنا في safe side، بإذن الله الجرعة التي ستصل لهذه المرأة أقل من الجرعة اللي هو الحد الأعلى المسموح به، اللي هو 2.6 بير فيو لكل صورة، لكل صورة 2.6 جري. ملي جري دكتور ولا جري؟ لا ملي جري، عفوا. تمام 2.6 ملي جري، هذا الجلانديولار دوز. طبعا لو نبغي نقيس فعلا للمرضى اللي نسوي لهم، انا اكد لك انهم بيصيرون اول شيء يختلفون، كل واحده بيصير قراءتها مختلفه، لان زي ما قلنا بناء على شكل الثدي، حجمه، تكوينه، كثافته، ويبيصيرون كلهم تقريبا اقل من 1 ملي جري في الغالب. يعني احنا لما نسوي تصوير للفانتوم في الغالب نصير اقل بكثير، يعني دائما الليمت هذا اللي يوضع يكون الحد الأعلى، وبالتالي في الأوضاع الطبيعية باستخدام جهاز جيد
المفروض أنك تكون أقل بكثير من هذا الحد الأعلى. الآن بالنسبة لمراقبة الجرعات الإشعاعية للمرضى، إحنا الآن نراقب الجرعات الإشعاعية للعاملين، لأنهم يشيلون اللي نسميه الباج هذا أو التي ال دي باج، لكن المرضى ما نراقب الجرعات الإشعاعية اللي تصل لهم. في بعض الأماكن بدأوا، وإن كانت قليلة الآن في المملكة، بدأوا بقياس الجرعات الإشعاعية للمرضى وتسجيلها في نظام يسمونه دوز تراكينج، مش معناها مراقبة الجرعات الإشعاعية للمرضى. فالمريض الفلاني اسمه علي مثلا اليوسف، هذا كل ما جاء وسوى أشعة الجهاز يقيس الأشعة ويخزنها في الملف حقه، وبالتالي تقدر تعرف كم تعرض للسنوات كلها. مثلا إذا وصل إلى مرحلة معينة مثلا، ممكن الطبيب يقرر أنه لا، خلينا ما نسوي له مثلا ذا المرة السي تي سكان، خلينا نروح للألترا ساوند مثلا، لأنه أنا شفت ملفه وشفت أنه سوى أشعة كثيرة خلال مثلا الشهرين الماضية، وبالتالي نحتاج نعطيه بريك من الأشعة. لكن هذا زي ما قلت لكم إلى الآن ما هو موجود في أغلب المستشفيات، النادر منها هو اللي موجود فيه اللي يسمونه دوز تراكينج سيستم أو نظام مراقبة الجرعات الإشعاعية للمرضى. دكتور، أيوة لكل مريض، لكل مريض له باج ولا؟ لا مش باج، هذه عبارة عن جهاز موجود يعني في الأغلب الآن الأجهزة الجديدة، تراكر يعني، تراكر يكون فيها اللي يسمونه دوز داب، دوز اريا برودكت، دوز اريا برودكت، عبارة عن موجود في اللاقط نفسه في الديتكتور، موجود هو قاعد يلقط الأشعة يكون منها صورة، وفي نفس الوقت يسوي دوز، يحسب الدوز، والدوز هذه تروح السوفت وير، سوفت وير هذه تخزن الدوز هذه لكل مريض في ملفه. كويس، بعدين تقدر تسوي لك ريبورتات عن كل مريض، هذا المريض كم مرة تعرض للأشعة، كم الجرعة المكافئة اللي وصلت له، كم مثلا الشهر هذا، كم مقارنة من المرضى اللي تعرضوا لنفس الأشعة، يقدر يطلع لك كل غرفة مثلا كم الدوز اللي تعطيه مقارنة، مثلا عندك 3 سيت سكانرز، السيت سكان هذا الأفريج دوز منه كذا، بينما غرفة 2 الأفريج دوز، لأنهم يختلفون السيت سكانرز مثلا على حسب الشركة الصانعة وعلى حسب الموديل وعلى حسب عمر الجهاز وهلما جرى. وفي شركات كثيرة تعطي هذا اللي هو يسمونه دوز تراكر، أغلب الشركات الكبرى تبيع هذا السيستم أو النظام اللي هو دوز تراكر. طبعا حاليا ليس إلزامي، لكن في السنوات القريبة القادمة حيكون إلزامي، زي ما هم الآن ألزموا كل المستشفيات أنه العاملين يعني زي فنيين الأشعة وأخصائيين الأشعة لازم يكونون يحملون دوز باج، هذا اللي نسميه تي ال دي أو فيلم باج، يبي يجي وقت يلزمونهم أنه يكون فيه patient dose tracker أو مراقبة الجرعات الأشعية للمرضى. واضح؟ اي نعم. طيب دكتور، الجرعة الإشعاعية اللي يصير فيها تلف للدي ان اي، في جرعة معينة أو معدل معين، ولا مثلا ممكن جرعة خفيفة يعني السوفت دوز ممكن يسبب تلف للدي ان اي؟ لا طبعا، تلف للدي ان اي اللي هو يسمونه دي ان اي ستراند بريك، اللي هو عبارة عن انه يسوي بريك او كسر لوحدة من الستراندز هذه او سلسلة الدين، سلسلة، احسنت. طبعا ممكن يكون كسر لوحدة من السلسلتين، وممكن يكون كسر للسلسلتين الثانية. اذا صار كسر لسلسلة واحدة عادة ممكن الخلية تتعافى، اذا كان كسر للسلسلتين الخلية لا، في ذي الحالة ما تستطيع التعافي. الآن بالنسبة لنا في التشخيص اللي هو استخدامات الأشعة في التشخيص، الجرعة اللي نستخدمها أقل بكثير جدا 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 من أنها ممكن تؤدي إلى اللي نسميه DNA strand break. اللي يخافون منه في العلاج الإشعاعي هو اللي ممكن يحدث هذا، لأنهم يستخدمون جرعة عالية جدا، لكن في الأشعة التشخيصية الجرعات اللي إحنا قاعدين نتعامل معها أقل بكثير. يعني حتى الإحمرار الجلد هذا اللي هو أو سقوط الشعر اللي هو
أدنى درجات التأثير نادرا ما نشوفها. يمكن أنتم إذا تعملون في أقسام الأشعة ما يعني ما عمرها صارت إنك تشوف المريض حمر جلده ولا سقط شعره، وخصوصا إنه الأجهزة الحديثة صارت يعني تصنع الصورة بكمية قليلة جدا من الإشعاع. وإذا جيت للسيتي سكان مثلا فيه وسائل لتقليل الجرعة كثيرة بدأوا يستخدمونها الشركات، لأنه عبارة عن صاروا يتنافسون في قضية أنه يبيعك جهاز جرعة الإشعاعية أقل من الأجهزة المنافسة. واضح؟ طيب دكتور، في جرعة معينة للدي ان اي يعني يوصلها مثلا 1 جري 2 جري ولا ما في شيء يعني واضح؟ السرطان هو عبارة زي ما قلت لكم انه اثر تراكمي، وبالتالي لما نقول اثر تراكمي معناها ما له ثريشولد. ايش معنى ما له ثريشولد؟ يعني ما فيه رقم معين بعده يظهر الاثر هذا. تمام. هذا الفرق بين الأثر التراكمي اللي هو السرطان اللي يسمونه non-stochastic، إذا مرت عليكم من اللي درس منكم عندنا stochastic effect، تأثيرات stochastic و non-stochastic effect. stochastic effect اللي هو زي إحمرار الجلد وسقوط الشعر، هذه فيه دوز من بعدها يظهر الأثر في threshold. بينما هذيك لا، تراكمية. ممكن أنا وأنت نتعرض لنفس الجرعة، أنا يظهر علي الأثر وأنت ما يظهر، بناء على إيش؟ عوامل وراثية، عوامل عبارة عن خلايانا مختلفة، وهلما جرى. طيب دكتور، نحاول نجمع على أساس أن ننتقل، عندنا محاضرتين باقي. بس آخر سؤال تسمح لي دكتور. طبعا. طيب دكتور، الحين بالنسبة للبت سكان، ليش استخدموا يعني البوزيترون؟ ليش ما استخدمنا البيتا السالبة؟ مع أنها هم زوجين يعني يخرجون من نفس النواة. أحسن. البيتا السالبة هي إلكترون، صح ولا لا؟ بيتا السالبة، أي نعم، صح. الآن إحنا هل إحنا قاعدين نصور البيتا الموجبة البوزيترون؟ لا، إحنا ما نصوره ترى، لأن البيتا وش مشكلتها؟ ليش ما نستخدمها في التصوير؟ لا البيتا الموجبة ولا البيتا السالبة، ما نقدر نلتقطها. ليش؟ لأنه درجة نفاذيتها البنتريشن ضعيفة جدا، لما تقارنها بالإكس راي ولا الجاما راي ما تخترق أنسجة الجسم. وإحنا عشان نصور نحتاج شيء يستطيع أنه يخترق، صح ولا لا، أنسجة الجسم ويصل إلى اللاقط اللي عندنا. ففي البوزيترون حقيقة إحنا نحقن المريض بالبوزيترون، بس اللاقط حقنا ما قاعد يلقط بوزيترون، لأن البوزيترون أصلاً ما يقدر يخترق أنسجة الجسم. اللي يصير داخل جسم المريض إنه هذا البوزيترون لما يطلع من النواة هو بوزيترون، كويس؟ إذا طلع من النواة يصطدم بواحدة من الإلكترونات المحيطة بالنواة، إذا اصطدموا مع بعض هذا إلكترون موجب اللي هو البوزيترون، يصطدم مع إلكترون سالب، إذا اصطدموا يصير لهم اللي نسميه annihilation، يختفون كجزيئين ويتحولوا إلى طاقة عبارة عن فوتونين من الجاما راي. فكتلة الإلكترونين ذول الموجب والسالب ينتج عنها تصادمهم مع بعض، تتحول كتلتيهم إلى فوتونين جاما راي، كل واحد منهم طاقته 511 KeV، وينطلقون في 180 درجة من بعض، يعني عكس بعض. إذا انطلقوا هذا للجاما، الآن الجاما عندها القدرة على الاختراق، تخترق جسم الإنسان وتصل لللاقط. اللاقط هذا لما تصل له، هذه عبارة عن فوتونين جاما راي طلعت من جسم الإنسان، طبعاً بتطلع من الجزء المراد تصويره، ووصلت لللاقط. لما توصل لللاقط، اللاقط يحللها، يعرف نوع النسيج اللي مرت فيه واللي انطلقت منه، ويكون منها الصورة. ففي البوزيترون طبعاً احنا وش اللي يبين لك؟ يبين لك درجة تركز البوزيترون. فالأماكن اللي عادة فيها خلل وظيفي أو مشكلة أو سرطان،
هيكون فيها هاي أبتيك، يعني فيها تركز أكبر للمادة المشعة البوزيترون. المناطق الطبيعية بيكون فيها تركز أقل للمادة المشعة، لو أبتيك. واضح؟ واضح، يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. طبعا احنا ما عندنا مع الأسف الوقت، ولا هو يعني موضوع يطول شرح، يحتاج مثلا أحط لكم الصور وكذا عشان يوصلكم. بس بالنسبة للهدف من هذه المحاضرات أعتقد كافي أنك بس تعرف أنه نوع من التصوير اللي هو البوزيتروني. طيب الآن أنا بأنتقل للمحاضرة اللي بعدها إذا تسمحون لي. واضحة الآن؟ واضحة عندكم؟ إيه واضحة يا دكتور. ممتاز. واضحة إيه. الآن المحاضرة نتكلم عن الحماية من الإشعاع في الممارسات الطبية. طبعاً لما نتكلم عن الحماية من الإشعاع دائماً عندنا مبدأ رئيسي، إنه زي ما قلنا إحنا نبغى ناخذ نعمل الصور بأقل قدر من الإشعاع، وبالتالي نحمي على المدى الطويل. الآن فيه بالنسبة للجهات الرقابية فيه التزامات خاصة للمنشأة والتزامات خاصة للأفراد العاملين في المجال الأشعة الطبية. نتكلم الآن أولاً عن الالتزامات الخاصة بالسجلات الخاصة بالحماية. أول شيء يجب أن المرخص له والخبير المؤهل ومسؤول الحماية والممارس الطبي والأخصائي الصحي المهني بسجلات عامة للمسؤوليات التي يتحملها كل منهم. يعني يكون الجهة المسؤولة المستشفى مثلاً يكون عنده سجلات لكل شخص يعمل في الأشعة الطبية، سواء هو المسؤول عن الحماية من الأشعة أو الممارس الصحي أو الأخصائي، سواء الممارس اللي يعمل في قسم الأشعة أو اللي يعمل خارج قسم الأشعة. كل واحد موضح فيها هذه السجلات
المسؤوليات والواجبات اللي عليه يتحملها. وهذه السجلات تعتبر وثائق رسمية يرجع إليها عند اللزوم، ويجب أن ترقم صفحات السجل بحيث تكون غير قابلة للتبديل أو الحذف أو الإضافة، وتدين بيانات السجلات بواسطة مسؤول الحماية أو الخبير المؤهل أولاً بأول، وتعتمد من المرخص له خلال فترات متقاربة. ولازم هذه السجلات يحتفظ بها لمدة لا تقل عن 10 أعوام، وبالسجلات المختصرة لمدة لا تقل عن 30 عاما. يعني عندي سجلات تفصيلية وسجلات مختصرة، كل واحدة لها تايم فريم أو فترة يجب الاحتفاظ فيها. الآن السجلات هذه زي ما قلنا فيها ما يخص الممارس الصحي، وفيها ما يخص المسؤول عن الحماية من الإشعاع، وفيها ما يخص الممارس اللي هو في الأشعة يعمل خارج قسم الأشعة. السجلات الخاصة بالتعرضات المهنية، وش معنى التعرضات؟ إنه التعرض للأشعة كجزء من الطبيعة الوظيفية للشخص. يعني اللي يشتغل كفني أشعة مثلاً ولا أخصائي أشعة، هو يتعرض، هذه التعرضات تعتبر تعرضات مهنية. هذا اللي يميزها عن التعرضات مثل اللي تعرض لها المريض العادي اللي هو جاء كمراجع وتعرض للإشعاع. لكن أنت مثلا تعمل في قسم الأشعة تتعرض، يسمونها تعرضات مهنية أو طبية. السبب أن نفرق بين الاثنين أنه الدوز ليميت أو الجرعة الأعلى المسموح بها للعاملين في قسم الأشعة اللي هم مهنيين ويتعرضون للأشعة كجزء من مهنتهم، أعلى من الحد الأعلى المسموح به للمرضى العاديين اللي يتعرضون كمرضى وليس جزء من المهنة. الآن هذه السجلات يتم الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 30 سنة، حتى أو حتى بلوغ العامل سن 75 أيهما أبعد، ما لم تحدد هيئة الحماية من الأشعة غير ذلك. يعني إذا غيرته لما يجي العامل، طبعا السجلات الخاصة فيها عبارة عن قراءات الأشعة حقة التيل دي باج أو الفيلم باج لكل ربع، كل 3 شهور يتم قراءتها. إذا انتقل هذا الموظف من مستشفى الآخر، المفروض ينتقل معه سجل التعرضات المهنية حقته، بحيث أنه ينتقل معه في المستشفى اللي يلتحق به. ويحق لهيئة الحماية من الإشعاع الاطلاع على جميع السجلات الواردة في هذه التعليمات وتصويرها وأخذ نسخة منها. طبعا الجهة الهيئة الحماية من الإشعاع عندنا هنا في المملكة هي مدينة الملك عبد الله للطاقة المتجددة والطاقة الذرية، وهم عادة يطلبون من المسؤول الحماية من الإشعاع أنه يرسل لهم بشكل دوري سجل الجرعات الإشعاعية للعاملين. وبالتالي طبعا هم يركزون حاليا على العاملين في الطب النووي، ما يطلبون سجل الجميع، يطلبون فقط الطب النووي. ربما في المستقبل يبدون يطلبون السجلات حقت الجميع. سبب انهم طبعا يطلبون حق الطب النووي لان الطب النووي هو اكثر مكان ممكن يحدث فيه تعرض لكميات عالية من الإشعاع. أيضا مهم أن الممارس الطبي أو اللي العامل في الأشعة أنه يطلع على سجلات الخاصة به لغرض المتابعة الطبية والصحية. وأيضا إذا جاء ينتقل لمستشفى آخر يحق له أنه يأخذ نسخة من السجل الخاص فيه للمستشفى اللي بينتقل للعمل فيه. الآن أول أنواع السجلات، أول شيء سجل الممارسات. ما معنى سجل الممارسات؟ أنه يحوي ما هي أنواع الممارسات التي تحوي استخدام للأشعة. مثلا المستشفى هذا يقول عندنا سيتي سكان، عندنا أنجيو، عندنا ليزر مثلا عندنا، فهذا يسمى سجل الممارسات. ما هي الممارسات الطبية التي تشمل استخدام؟ ثم سجل الأجهزة المصدرة للإشعاع. مثلا أنت تتكلم عن سيتي سكان، وش الأجهزة هذه، ما هو الموديل حقها، وما هو الرقم السيريال نمبر حق كل جهاز. وأيضا المصادر محكمة الإغلاق، معنى المصادر المشعة اللي عبارة عن محكمة الإغلاق، ليست على شكل سائل ولكن على شكل
صلب يسمونه محكمة الإغلاق. سجل المواد المشعة غير محكمة الإغلاق اللي هي المواد اللي هي السائلة اللي عن طريق الحقن، هذه تسمى غير محكمة الإغلاق. لازم يكون عند المستشفى سجل بهذه المواد، وسجل الجرعات الشخصية للعاملين في الأشعة، وسجل اللياقة الطبية للعاملين اللي هو الفحص الطبي السنوي للعاملين إنهم لائقين طبيا، وطبعا سجل التعرضات الطبية يشمل طبعا للعاملين نتكلم، وتدريب العاملين لازم العاملين كلهم يتم تدريبهم على الأقل للحصول على دورة تدريبية سنوية في مجال الحماية من الإشعاع، ولازم يكون في ملفهم شهادة بأنهم حضروا الدورة السنوية. أيضا سجل المسح الإشعاعي لأماكن العمل، إحنا نسوي مسح لأماكن العمل خصوصا في الطب النووي لأنه فيه احتمالية وجود إيش تسرب إشعاعي أو contamination أو تلوث إشعاعي، فلازم يكون عندنا مسح للأماكن هذه بشكل أسبوعي وتسجيل نتيجة المسح في السجل هذا. ويجب أن يكون هناك رصد لأماكن العمل اللي هو المسح هذا، وأيضا تسجيل النفايات المشعة لما أحقن المريض مثلا وين أرمي النفاية هذه اللي هو عبارة عن الإبرة اللي استخدمناها، أيضا الجنريتور أو المولد لما ينتهي وين أحطه وكيف أتخلص منه، لازم يكون السجل فيه كمية النفايات اللي تم التخلص منها والطريقة التي تم التخلص منها، مثلا أعطيت لشركة خاصة أو احتفظ بها إلى أن صارت كمية الإشعاع أقل من الإشعاع اللي هو الباك جراوند. هناك يعني سواء عدد الطرق المسموح فيها بالتخلص من النفايات المشعة. أيضا سجل معايرة واختبار الأجهزة، عندي الأجهزة سواء الأجهزة اللي أجهزة التصوير الطبي أو حتى أجهزة اللي المسح اللي نستخدمها في كمواسح يعني ديتكشن أو اللي هو نسميها للمسح الإشعاعي، يجب أن يكون في اختبار لها ومعايرة، بعضها معايرتها كل سنة وبعضها معايرتها كل سنتين، ويجب أن تكون المعايرة هذه في مختبر مصرح له بمعايرة هذه الأجهزة يعني مش في أي مكان. أيضا سجل إصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات، يعني الأجهزة هذه أكيد تخرب لما تصلحها ريكورد، طبعا غالبا يكون هذا الريكورد عند قسم الأجهزة الطبية. أي سجلات أخرى تحددها هيئة الحماية من الإشعاع، هيئة الحماية من الإشعاع أحيانا تضيف متطلبات جديدة بوجود سجلات أخرى يجب أنها دائما تكون متوفرة. الآن لما نتكلم على كل شيء بالتفصيل، سجل الممارسات أنه ينشئ المرخص له اللي هو المستشفى سجل يتضمن جميع الممارسات التي يمارسها، يعني أنا أسوي مثلا سي تي سكان، أنا أسوي انترفنشنال أنجيوغرافي أوف ذا برين، أنا أسوي وهلم جرى، يعني هذه الممارسات، ويوضح فيها باختصار أسلوب تنفيذ هذه الممارسات والطرق والمصادر المشعة أو الأجهزة المستخدمة في تنفيذها. يعني مثلا يقول انا بسوي انجيوغرام اوف ذا برين، انا بستخدم الكاثيتر الفلانيه، بستخدم الجهاز الفلاني، او اذا انا بسوي مثلا باستخدام مصادر مشعه او وش اسمه نظائر مشعه، لازم تسجل في السجل هذا، وتلتزم جميع الاطراف المعنيه بالعمل طبقا للاساليب والطرق المدونه في السجل. الأجهزة المصدرة للإشعاع أو المصادر المحكمة الإغلاق اللي هو بالنسبة للنظائر المشعة أو المواد المشعة، هذا السجل يدون فيه جميع البيانات والممارسات والتحركات التي تتم باستخدام الجهاز أو المصدر محكم الإغلاق، يعني تكتب اسم الجهاز وينه موجود في أي غرفة، وإذا هو يتم نقله من غرفة إلى أخرى يسجل فيها، ويسجل فيه طبعا المصدر الجهاز من وين، او اذا هو ماده مشعه من وين تم استيرادها، ونوع الجهاز هذا ورقمه التسلسلي ومنشاه واقصى نشاط اشعاعي له في تاريخ التجهيز، يعني متى تم، اذا هو ماده مشعه تعرفون ماده مشعه يصير لها
decay أو تحلل. ففي تاريخ التجهيز لما كانت أول ما حضروها كم النشاط الإشعاعي له، أو إذا كان جهاز أشعة عادي مثل X-ray أقصى جهد وتيار اللي هو KVP. أيضا المواصفات الفنية للجهاز أو المصدر والشكل الظاهري له وأسلوبه وكيفية وموقع الاستخدام والتخزين وتاريخ الورود، يعني متى تم توريده للمستشفى ومتى تم تشغيله، وإذا كان فيه اختبارات تمت عليه، وأسماء متداول الجهاز أو المصدر، يعني الناس المستخدمة له والقائمين باستخدامه أو العمل به أو المسؤولين عن تخزينه. الأجهزة المصدرة للإشعاع أو المصادر محكمة الإغلاق أيضا يحتاج يوجد بيان حيازة حركة الجهاز، يعني هذا بالنسبة للمواد المشعة، وإذا كان فيه نقل لها أسلوب النقل ووسيلته والشخص المسؤول في كل انتقال للجهاز، وبيان بالأعطال التي حدثت للجهاز والاختبارات التي تمت على الجهاز، سواء اختبار للصيانة الدورية أو اختبار بعد وجود عطب وإصلاح، وإذا كان في التسرب برضو اختبارات التسرب مرتبة حسب التاريخ، والمعايرات الخاصة بالجهاز والأسباب المبررة للاستغناء عن الجهاز. إذا كان الجهاز تم الاستغناء عنه يعني خلاص رحل على المخازن، يكون فيه في السجل شيء واضح متى ودي للمخازن والسبب الاستغناء عنه. بالنسبة للأشعة المفتوحة اللي غير محكمة الإغلاق زي ما قلنا، اللي هو المواد المشعة اللي عبارة عن مواد سائلة للحقن، يكون يشمل السجل اسم المادة ومصدرها وحالتها الفيزيائية، يعني سائل أو مثلاً غاز، وكمية النشاط الإشعاعي الإجمالية، وتاريخ ورود المادة وأسلوب وكيفية الاستخدام وأسلوب ومكان التخزين، أيضاً أسماء القائمين بتداول وتخزين المادة وحصر استهلاك المادة حسب تاريخ الاستهلاك، وبيان أي اختبارات أو معايرات أجريت على المادة، وحصر الكميات المتحولة لنفايات مشعة حسب تاريخها ومبررات تخلص من مادة كنفايات مشعة وأسلوب. هذا أكثر طبعاً شيء اللي نسميه اللي هو التكنيسيوم، إحدى المواد المشعة لازم يكون عندنا في السجل ترتيبها ومتى تخلصنا منها وكيف تخلصنا منها. الآن بالنسبة للجرعات الشخصية للعاملين اللي عن طريق البادج TLD بادج، يكون فيه معلومات عن طبيعة العمل الذي يتضمن التعرض للإشعاعي، مثلاً هذا شغال في السيتي سكان، هذا شغال في الأنجيو، هذا شغال في الإكس راي، هذا شغال في المامو، وهل أم جرة. يكون فيها طبعاً اسم الشخص والعمر، هذا أهم شيء، والجنس، ويكون البيانات المعتمدة لقياس وتقويم الجرعات الشخصية الخارجية والداخلية، والاسم الشخص القائم على هذا الموضوع، ومجموع الجرعات الفعالة التي حصل عليها العامل في المنشآت السابقة إذا كان انتقل من المنشآت السابقة. طبعاً معنى لما نقول جرعة فعالة معناها بعد الأخذ في الاعتبار نوع المصدر الإشعاع، يعني هل هو إكس راي ولا جاما راي ولا ألفا ولا واتيفر، والجزء المتعرض للإشعاع هل هو توتال بادي ولا سكين مثلاً. فبعد أن تضرب بهذه المعاملين يعطيك الجرعة الفعالة. الآن عندنا جرعة طبعاً دورية اللي تكون في الغالب كل 3 أشهر، وجرعة سنوية بما فيها الجرعة الفعالة الملازمة ومجموع الجرعات لآخر 5 سنوات متتالية ومجموع الجرعات خلال المدة الإجمالية للعمل، وأيضاً أي جرعات تعرض لها العامل خلال أحداث عادية وغير عادية طارئة، ويجب أن تميز هذه الجرعات عن سواها. يعني لو المريض صار عندنا مثلاً تلوث في إحدى غرف الطب النووي وبالتالي أدت إلى تعرض العامل إلى جرعة عالية نسجلها، وطبعاً بالمناسبة إذا كان صار مثل هذا الحادث المفروض أن احنا ما ننتظر بإرسال الـ TLD badge أو القارئ، أن نرسله على طول على أساس نقرأ كمية اللي تعرض لها العامل.
سجل اللياقة الطبية زي ما قلنا أنه يتكلم على هل الشخص هذا لائق طبيا ولا غير لائق طبيا، هذا المعنى. هذه التعرضات الطبية هي زي ما قلنا التعرضات اللي يتعرض لها الشخص كنوع من الفحص يعني، وليس أنه كبنوع كنتيجة لعمله في قسم الأشعة. طبعا هذا السجل طلع للأطراف المعنية اللي يطلع عليه فقط المريض والممارس الطبي المسؤول عن هذا الشخص اللي هو مديره والمسؤول عن الحماية من الإشعاع، ويسجل فيه طبعا المريض وعمره وجنسه وأسلوب العلاج وفضيلته ووسيلته، أيضا بالنسبة للتصوير الإشعاعي للتشخيص جميع البيانات اللازمة لتقويم الجرعة للمريض، يعني مثل KVP والMA والمسافة بين المصدر الإشعاع والمريض وعدد الصور التي أخذت، على أساس بناء عليها يقدر الخطر المترتب على ذلك. بالنسبة للطب النووي يذكر أسماء المواد المشعة اللي يسمونها الصيدلانيات المشعة المعطاة للمريض ومقدار النشاط الإشعاعي في كل جرعة، وبالنسبة للعلاج بالإشعاع وسيلة العلاج اللي هو هل بالإكس راي ولا الإلكترونات ولا البروتونات، ووصف لحجم الهدف المخطط للتشعيع اللي هو الورم الموجود ومقدار الجرعة المعطاة للمريض. بالنسبة لسجل العاملين في القسم الأشعة يكون يخصص لتدوين جميع البيانات والمعلومات الخاصة، يكون فيها بالنسبة للعاملين في قسم الأشعة يكون فيها المؤهلات الدراسية، يعني لازم يكون مرخص للعمل في الأشعة يبين، والخبرات السابقة وجميع الدورات التدريبية في مجال الحماية من الإشعاع اللي زي ما قلنا الدورة هذه المفروض يأخذها الممارس كل سنة، يعني تجدد كل سنة، ومدة كل دورة والتاريخ بالساعات. بالنسبة لنا يعني المفروض تكون مرخصة من جهة معتمدة زي الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، وأيضا جميع الدورات التدريبية التي حصل عليها ودورات إعادة التدريب اللي نسميها السنوية ومدة كل دورة والجهة القائمة عليها. بالنسبة للسجل المسح الإشعاعي لإمكان العمل يكون فيه تاريخ إجراء المسح الإشعاعي اللي هو هذا يركز على قضية التلوث الإشعاعي وطريقة المسح والوسائل المستخدمة فيه والمستويات المرجعية التي لا ينبغي تجاوزها، يعني كم المفروض الريدينج هذا أو القراءة تكون، ومدى توافق البيانات الجديدة مع السابقة، هل هو مثلا بعض الأماكن تلاقي فيها مثلا الباكجراوند راديشن دائما ليفل معين مقارنة بغيرها، فمهم أنه يكون دائما القراءة مشابهة للي قبلها عشان يعطيك هذا مؤشر إذا في شيء غير طبيعي حدث أو لا، وأيضا مدى توافق بيانات المسح من بيانات التعرض الشخصي للعاملين، يعني إذا كان فيه تلوث المفروض أنه ينعكس على قراءات العاملين اللي موجودين. رصد أماكن العمل هذا يخصص للأماكن المراقبة والخاضعة للإشراف والأماكن المحيطة بها والتي تتضمن مواد مشعة، يكون فيها طبعا هذه لواقط ثابتة موجودة دائما في حال وجود أي تلوث يطلق صوت، هذه اللواقط أو الرواسب تطلق إما صوت أو تطلق ضوء مثلا، يعني تحذير صوتي أو تحذير ضوئي، فإذا صار فيه تسرب تعطي على طول إنذار. نوع الرصد طبعا يكون رصد في الهواء لبواعث ألفا أو بيتا اللي تنطلق في الهواء، وممكن يكون رصد أنت جهاز متنقل تقربه من إذا كان في تلوث عبارة عن سائل فيلتقط مثلا جاما راي اللي هو اللي تنتج منه ويعطيك القراءة أو يعطيك الإنذار. والرصد هذا لازم يكون فيه التاريخ الذي تم والقائم به والمستويات المرجعية التي لا ينبغي تجاوزها لتلوث الأسطح أو الهواء بالنويات المشعة. بالنسبة للسجل النفايات المشعة هذه طبعا زي ما قلنا إذا انتهيت من استخدام المواد سواء اللي هي الإبر المستخدمة في حقن المريض أو مولدات المواد المشعة، يجب السجل هذا يتضمن أسلوب التخلص، يعني هل تخلصت منها بإعطاء شركة متخصصة، هل تخلصت منها
وضعها في غرفة الديكي أو في غرفة التحلل، وأيضا أسماء القائمين بالتخلص، من كان المسؤول عن التخلص، ومن الذي اعتمد التخلص اللي هو العادة المسؤول عن الحماية من الإشعاع. أيضا اسم النفايات، يعني كل شيء تم التخلص من اسم المادة وتاريخ متى تخلص منها. وبالنسبة للمواد التي يتم تصريفها على شبكة المجاري، الله يكرمكم، يعني مثلا المرضى اللي يأخذون اليود المشع بعدين يروحون لدورة المياه الموجودة، هل التصريف البول الخارج منهم اللي هو يحمل المادة المشعة يتم تصريفه في المجاري العامة ولا يحفظ في أماكن زي تانكي خاص إلى أن يتم تحل تضعيف المادة وبعدين تصرف إلى شبكة المجاري العامة؟ طبعا يعتمد على زي ما قلنا كمية الأشعة اللي معطاة للمريض والنشاط الإشعاعي المطلق عند التصريف. أيضا تاريخ تخزين النفايات الصلبة أو السائلة ورقم الوعاء المخزن فيه إذا كان فيه وعاء خاص زي ما قلنا قبل إطلاقها للمجاري العامة، ومقدار النشاط الإشعاعي وتاريخ التخلص من النفايات الصلبة أو السائلة بعد التخزين ومقدار النشاط المتبقي فيها، وطريقة نقل النفايات بالنسبة للشركات الخاصة. بالنسبة للسجل معايرة واختبار الأجهزة، يخصص قسم لكل جهاز مصدر للإشعاع أو جهاز قياس يتم ضمن اسم الجهاز وطرازه يعني الموديل حقه ورقم التسلسلي ومنشأه من وين وتاريخ إجراء المعايرة إذا كان تم معايرة كاليبريشن مرتبة من الأقدم إلى الأحدث، واسم الجهة القائمة بالمعايرة، لأنه إحنا قلنا المعايرة يجب أن تتم من جهة مرخصة، ومدى ثبات المعاملات الخاصة بالمعايرة لمقارنة باللي سابق. المفروض المعايرة حقتها تكون متشابهة، يعني ما يكون في يشير إلى أن الجهاز بدأ يخربط أو يخبط. ونوع المعايرة، هل مثلا سنوية أو كانت معايرة بسبب إصلاح أو صيانة تمت للجهاز. وأيضا أي ملاحظات أخرى جديرة بالتدوين، مثل مثلا أنه الجهاز اللي تم المعايرة به لم يكن جهاز يعني من تم استعارته من مكان ثاني مثلا. بعض الملاحظات اللي تم أحيانا، فهنا طبعا نصل للنهاية. إذا كان عندكم أي أسئلة قبل أن نبدأ في المحاضرة الثالثة والأخيرة. فيه أسئلة دكتور؟ إيه تفضل. مرحبا دكتور. حياك الله. تفضل دكتور. بالنسبة للعامل اللي يعمل في قسم الأشعة اللي هو السيرفنت اللي هم من شركة النظافة، هل يصرف لهم TLD والتمريض اللي يعمل داخل القسم ولا لا، ولا ما يحتاج؟ هو طبعا اللي إذا هو مثابت ما هم متغيرين، يعني مثلا إذا هم هاوس كيبرز هذولي أو حقين النظافة تدور عليهم يعني كل يوم واحد مختلف، ما يحتاج حقيقة لأنه في الغالب ما يكون موجود ده. لكن إذا هم ثبتين واحد عندكم نفس الشخص يوميا، الأفضل أنه يصرف له TLD باج أو فيلم باج. فهمت الفكرة؟ التمريض مرات عندنا يا دكتور يأخذ شهرين ثلاثة ويتبدلون، هل الشهرين ثلاثة هذا نصرف لهم TLD ولا ما يحتاج خلاص، يعني بحكم أنهم في الغالب طبعا هم على حسب، في بعض الأماكن التمريض يكون يدخل مثلا في غرفة الأشعة ويكون هو جنب المريض وقت مثلا إذا اللي نسوي فلورو ولا نسوي أنجيوغرافي يكونون هم اللي عند المريض ويساعدونه مثلا أو يعطون الجرعة أو الحقنة، وبالتالي ممكن يتعرضون إلى أشعة كبير. يعني في بعض الأماكن لا، اللي هو التكنولوجيست أو الفني الأشعة هو اللي قريب من المريض، والممرضة عملها دائما خارج غرفة الأشعة، مثلا فقط تحط له الكانيولا أو اللي يسمونها هذه الإبرة أو تقيس مثلا الوزن أو يعني عرفته تستقبل المريض قبل، بس جوا غرفة الأشعة ما تدخل أبدا. فيعتمد على الممارسة الموجودة، فإذا هي تدخل جوا
جوا الأشعة وتحضر وتكون جنب المريض وقت الإشعاع، لا أكيد لازم نصرف لهم TLD بعد. طبعاً عشان تقلل من مشكلة التنوع، إنه ممكن تقترحون على التمريض إنه يثبتون الناس فترات أطول، منها إنك ما تضطر تصرف أعداد أكبر للTLD بعد، ومنها هم أيضاً يتعودون على أسلوب وطريقة العمل ويصيرون خلاص يعرفون، ما بدل ما كل مرة يجي واحد جديد ويضطر تدربه على طريقة العمل. فأنت حقيقة تضرب عصفورين بحجر. تمام، يعطيك العافية. تفضل. ليش نعطي الهاوس كيبر يعني تأديهم وما تعرض الشعب؟ يعني أنا أقول لكم إذا تمام، إذا هو يومياً يغطي القسم ويدخل مثلاً غرفة السيت سكان وينظف ويدخل، يعني حقيقة أمانة إنه المفروض نعطيه على أساس لو لا قدر الله يعني أكسدنت اللي تعرض إلى، إحنا على الأقل نكون نعرف يعني. في الغالب لن يتعرض بإذن الله، ولكن كيف نضمن إنه ما تعرض؟ إنه نعطيه. بعض الأماكن وش يسوون؟ يصرفون له TLD مؤقت لمدة مثلاً خلينا نقول سنة، إذا شافوا أنه دائماً ما في قراءات يعني below أصلاً detectable اللي يسمونه أقل من أي شيء جدير بالتدوين أو بالقياس، خلاص يعني حتى يقنعونه يقولون شوف إحنا راقبناك على مدى سنة وثبت أنك لا يمكن تتعرض على أي جرعة إشعاعية، وبالتالي ما يحتاج أن إحنا نصرف لك. بعض الأماكن طبعاً الهاوس كيبرز أو العمال النظافة تبع المستشفى، يعني يعتبروا موظفين للمستشفى، وبعضهم تبع شركة، وهذا طبعاً يختلف. إذا هو تبع شركة الموضوع عقد مما يكون موظف كأنت، فكل حالة ينظر لها بعين الاعتبار. إحنا مثلاً مر علينا تجربة أنه مثلاً في حقين الأسنان، مثلاً الأسنان قالوا إحنا نبغى، وإحنا نعرف إنهم درجة التعرض عندهم قليلة جداً، فصرفنا لهم لمدة سنة وبعدها وريناهم القراءات واطمأنوا وبعدها وقفنا خلاص، بدل ما إن أحياناً إذا توسعت يصير أعداد هائلة من TLD باج وتصير عملية قراءتها وذا عملية مرهقة. واضح؟ في أي سؤال آخر؟ لا شكرا. Any other question؟ أي سؤال؟ لا شكرا يا دكتور، يعطيك العافية. ننتقل إن شاء الله على طول بسبب عامل الوقت عشان تخلصون وترتاحون، ننتقل للمحاضرة الأخيرة. يلا.
واضحة؟ واضحة؟ أيوة يا دكتور. أوكي تمام. طيب إحنا الآن المحاضرة الآن عن الجودة في التصوير الطبي اللي هو Quality Assurance أو Quality Control. فالجودة طبعاً الجودة جزء لا يتجزأ من العمل في قسم الأشعة الطبية. الجودة تعني ماذا؟ إحنا في المحاضرة الأولى تذكرون قلت إنه الهدف هو الحصول على أفضل صورة بأقل جرعة إشعاعية. المسؤول عن هذا مراقبة هذه الهدف هذا العام هو قسم الجودة في قسم الأشعة. فإذا هدفه الجودة الوصول لهذا الهدف العام. طبعاً يوصل لهذا الهدف العام اللي هو الحصول على أفضل صورة للوصول لأفضل تشخيص بأقل جرعة إشعاعية، سيتم الوصول لها باستخدام عدة إجراءات في داخل القسم للوصول لهذا الهدف. فهي عبارة عن عمل المنتج أو تقديم الخدمة ليكون ملائم للغرض منه، أو عمل الشيء الصحيح بدون وجود أخطاء من أول مرة. هذه طبعاً تعريفات موجودة في الكتب، لكن زي ما قلت لكم الهدف الرئيسي بدون حتى يعني استخدام هذه المصطلحات يمكن العامة، اللي هو إحنا في قسم الأشعة معنى الجودة لدينا إنه الحصول على صورة ذات كواليتي عالية، جودة عالية بأقل جرعة إشعاعية. العناصر الجودة طبعاً عندنا عدة عناصر، لكن خلينا نتكلم، أنا بتكلم بصراحة من خبرة في قسم الأشعة أفضل من نتكلم على الموجود في الكتب يعني، فبحيث أنه يكون مطابق للواقع اللي يطبق على أرض الواقع. الآن قسم الأشعة الجودة فيه زي ما نقول أنه فيه شخص يكون مسؤول عن الجودة، هذا الشخص اللي يسمونه Quality Management Specialist أو أخصائي الجودة النوعية، هو طبعاً يكون تابع لقسم الأشعة أو يكون تابع لقسم الجودة اللي في المستشفى ولكنه مكلف في قسم الأشعة. عادةً هذا الشخص يكون هو يراقب الجودة في قسم الأشعة من ناحية، أول شيء يراقب وجود هذه السجلات اللي تو تكلمنا عنها، اللي هو المسؤول الأول طبعاً عنها هو المسؤول عن الحماية من الأشعة، ولكن مسؤول الجودة يسأل مسؤول الحماية عن وجود هذه السجلات، يعني يتأكد من وجودها، أيضاً يتأكد من أنه مثلاً جميع العاملين في قسم الأشعة يخضعون للفحص الطبي السنوي، يتأكد من أنه جميع المصادر المشعة في سجلات خاصة فيها، يتأكد منه عوامل الجودة في بالنسبة للصور تخضع الاختبارات، وشخص مؤهل هو الذي يقيمها وهلم جرى، هذا بالنسبة للأشعة. ويقوم طبعاً مسؤول عن الجودة في قسم الأشعة بإصدار اللي يسمونها تقارير دورية، سواء شهرية أو كل 3 شهور، عن ما هي الأمور التي تم إنجازها في قسم الأشعة والخاصة بالجودة، وما هي الأهداف المستقبلية للجودة. الهدف من إدارة الجودة Quality Management أنهم يكون طبعاً تقليل من الأخطاء أو الأخطار الطبية، تقليل من الراديشن دوز، وزيادة الرضا بالنسبة للعميل اللي هو المريض. أوكي، فإحنا نبغى المريض يكون راضي، وفي نفس الوقت نكون حمينا من تأثيرات الأشعة. الهدف اللي طبعاً أعلى من هذا أنه زيادة الوعي لدى المرضى اللي هم المنتفعين من الخدمة واهتمامهم بالجودة. هذا هدف يتعدى قضية الرضا، أنه نزيد نسبة اهتمامه ووعيه بالخدمة المقدمة له.
الآن تطبيق نظام إدارة الجودة يساعد المنشأ في التعرف على جوانب القصور، وبالتالي أيضاً من ضمن القصور إذا كان فيه هدر في الوقت أو الطاقات الذهنية والمادية والتخلص منها. مثلاً إذا عندي مثلاً جهاز لا يستعمل أو يستعمل بغير ما يستعمل إلى الحد الأعلى من طاقته، أو عندي تكدس في الموظفين، إدارة الجودة أيضاً تكتشفها وتوجهها بحيث أنه يتم التخلص. هذا نظام الجودة يعتبر تحفيزي لأنه يمنح صلاحيات للعاملين ويحث على النجاح. مثلاً إذا أنت في التقرير السنوي هذا حققت الأهداف أو تعديت حتى الأهداف، يكون يمنح القسم أو السكشن اللي موجود في القسم هذا بعض المزايا لأنه حقق أعلى من الأهداف المرصودة له. وتطبيق برامج الجودة في المستشفيات تعد مسؤولية جميع العاملين، ما هو فقط المسؤول عن الجودة، كل موظف في المستشفى يعتبر نفسه هو مسؤول عن تطبيق برنامج الجودة. البرنامج هذا الكواليتي مانجمنت بروجرام اللي يضعه المسؤول عن الجودة فيه أجزاء منه مكلف بها الموظفين الفرونت لاين اللي هم في المقدمة، وفيه أجزاء مثلا مكلف بها المشرف، وفيه أجزاء مكلف بها المدير، وهلما جرى. فالجميع يحمل جزء من مسؤولية تنفيذ البرنامج هذا. فوائد إدارة الجودة: أنك تدير القسم بالاعتماد على الجودة، أنه هو يعطيك إنتاجية أعلى لأنك زي ما قلنا تتخلص من الهدر وتستخدم الموارد بأقصى طاقة، فبالتالي يعطي إنتاجية أحسن. الرضا من العميل يكون أعلى لأنك العميل أول شيء حسسته بوجود برنامج للجودة، وحسسته بأنك تراقب الأخطار الممكنة، وأنك زدت وعية وتحسن معنويات الموظفين. لأنه إحنا قلنا لما نشوف الأقسام والموظفين اللي يحققون الأهداف أو يتعدونها يتم وضع حوافز لهم، وحتى لو ما حطيتهم حوافز بمجرد أنك أنت تكون تعلمهم، تعطيهم تقارير دورية بما أنتجوا، يجيهم رضا ذاتي عن العمل اللي يقدمونه. فلما نتكلم عن مستوى إنتاجية أحسن، إدارة الجودة تشجع على تقويم جودة الإنتاجية وكميتها بدلا من التركيز على كمية الإنتاج فقط، يعني بدل ما هو الكم والكيف، ويركز على توفير مجموعة من المبادئ والقواعد الإرشادية المتعلقة بضمان الجودة. يعني يعطيك قواعد وإرشادات لضمان أن الجودة تتحقق سواء كمية أو كيفية. وإدارة الجودة تعمل على زيادة الإنتاج والثقة والالتزام من قبل جميع المستويات في المنشأة، والمحصلة النهائية تكمن في حصول المنشأة على مستويات إنتاج أحسن من الناحية الإدارية والمالية والإكلينيكية. يعني الكم والكيف، الرضا المتزايد من العميل نتيجة عمليات تحسين الجودة، طبعا سيكون رضا العميل أكبر، والعميل يعرف اللي هو المريض في حالتنا لما يدخل لقسم فيه إدارة جودة وتكون صارمة في عملها، العميل يعرف من يوم ما يخطو الخطوة الأولى لداخل القسم. تضافر الجهود طبعا للموظفين وإخلاصهم في العمل يؤدي إلى زيادة الثقة من قبل العملاء. مثلا الجودة، الأقسام اللي فيها الجودة العالية تلاقي المريض لما يجي يكون فيه مطويات للإرشاد، يكون فيه لوحات مثلا إرشادية له، يكون حتى العاملين يعرفون كيف يتعاملون معه لأنهم يعرفون فيه قسم جودة يراقب، وبالتالي يزود طبعا الثقة والرضا من ناحية المريض العميل. معنويات الموظفين زي ما قلنا، إذا كان الموظف يعرف أنه فيه أحد يراقب عمله أكيد يبي يشعر بالأول شيء الفخر أنه قاعد يحقق درجات عالية من الجودة، وأيضا يتعدى مثلا الأهداف المرصودة له،
وإذا كان فيه طبعاً تحفيز أو جوائز أكيد تبي تحسن معنويات الموظف أكثر وأكثر. فإذا لما نتكلم على ملخص مفهوم الجودة، زيادة نسبة الوعي لدى الموظفين بأهمية الجودة وأهمية الولاء والانتماء لأهداف المنشأة، وتشمل جودة العملية الإنتاجية تصميم وتنفيذ إجراءات الإنتاج، استغلال الموارد المتاحة بكفاءة، وش معناها؟ أنه تقلص من الهدر وتزود من الإنتاجية، والإلمام بمفهوم الجودة وحث العاملين على فهمها مع الأخذ بآرائهم ومقترحاتهم. يعني ما تضع أنت الأهداف بمعزل عن الموظفين، المفروض يكون شريك في وضع الأهداف. أن يتم تدريب الموظفين على الأساليب الإحصائية البسيطة لمحاولة حصر مصاعب الجودة وتحليلها ثم التغلب عليها. يعني كثير من التقارير اللي ينتجها قسم الجودة عبارة عن أساليب إحصائية أو عبارة عن إحصاءات، فالمفروض يكون يعني مثلاً ما يشوفون جرافات أو منحنيات أو من جزء من التقارير الدورية، لازم يكونون عندهم الموظفين الإلمام بالإحصاءات البسيطة، فيعرف إيش معنى المعدل، إيش معنى الانحراف المعياري والأشياء هذه. الآن منظور الجودة، النظرة للجودة تختلف باختلاف الغرض منها. فالجودة من منظور المستفيد اللي هو المريض، غير الجودة من منظور المقدم الخدمة اللي هو سواء مدير المستشفى أو المشرف أو حتى الأخصائي والفني. فمن منظور المستفيد تتمثل في تطلعه لوجود الرعاية الصحية والتي تلبي حاجته وفي المواعيد المحددة وبالثمن المناسب للخدمة، إذا كانت الخدمة مدفوعة الثمن، فهو يبغى خدمة ممتازة في وقت مناسب له وبأقل ثمن، سواء هذا الثمن يكون عبارة عن انتظار، ليس بالضرورة أنه ثمن مادي، يعني يكون ممكن أحيانا وقت انتظار، يعني إذا بينتظر شهور عشان يحصل على MRI هذا ثمن يعتبر. الآن الجودة من منظور مقدم الخدمة، سواء زي ما قلنا إما مدير المستشفى أو الفني، هو باستقطاب العاملين، خلينا ما نقول فقط الأطباء، العاملين الأكفاء، والتركيز على الكفاءة الفنية العالية والفعالية في الأداء والسلامة للمستفيد. الجودة من منظور الإداريين، الاهتمام بالجوانب الإدارية مثل التنظيم وتبسيط الإجراءات وتوفير الموارد البشرية والمادية والإشراف والمتابعة الجيدة وتقييم الأداء. هناك ثلاث ركائز أساسية لقياس الجودة. أول شيء عندي مدخلات، بعدين عوامل داخلية، بعدين مخرجات أو نتائج نهائية. إن وآوت عندنا، وبروسيس في الوسط. المدخلات من الموارد البشرية والمادية والتموين والتجهيز، المعلومات التي تلبي متطلبات العمل. الأعمال الداخلية أو البروسيس هي قياس الأعمال والنشاط التي تتم لتحويل المدخلات إلى مخرجات أو خدمة، والنتائج النهائية للمخرج، سواء يعني قياس النتائج يتمثل من النتيجة التي تحصل للمريض، سواء أنه نتائج مثلا صور الأشعة جودتها أو الجرعات الإشعاعية كم قللناها، هذه إحدى المخرجات. كيف يمكن قياس جودة الخدمات الصحية؟ أن نقيس الدقة، ونقيس الاستجابة، ونقيس الأمان، ونقيس التعاطف. فالدقة تشمل الوفاء بتقديم الخدمة في المواعيد المحددة، والثقة وعدم الأخطاء، فإذا أن نقدم الخدمة في الموعد المحدد بدون وجود أخطاء. الاستجابة تشمل السرعة في تقديم الخدمة المطلوبة والاستجابة الفورية لاحتياجات المريض، فإذا المريض مثلا عنده طلب مستعجل كيف نستجيب له. والأمان، أنه يشعر بأمان، أنه العاملين يعاملونه أو لن يؤدوا إلى تعرض مثلا جرعة إشعاعية عالية أو لن يؤدوا إلى تعرض للخطر. والتعاطف، أنه العاملين يفهمون احتياجات المريض، فالمريض إذا جاء مثلا عنده احتياجات خاصة، مثلا يكون كبير في السن، يكون ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه نضع مصلحته في عين الاعتبار ويكون محل الاهتمام. ضبط وضمان الجودة اللي هو quality
assurance. ضبط الجودة هي مراجعة الخدمات ومقارنتها بمواصفات ومعايير محددة للتأكد من مطابقتها لهذه المعايير. مثلا إذا قلت أنا أبغى الجرعة لا تتعدى كذا، إذن هذا معيار ومحددة ونقيس المخرجات حقتنا بناء عليه. إذا قلت أنه يجب أن يكون مدة الانتظار للأشعة الصدر، أشعة المغناطيسية مثلا للرأس لا تتعدى شهرين، إذن هذا معيار. الآن ضمان الجودة نظام يهدف إلى منع وقوع الخطأ وضمان الأداء الجيد من أول مرة، أنه نضمن أنه هذه المعايير دائما يحصل الالتزام بها والأداء يكون جيد من أول مرة بدون وقوع خطأ. الآن الفرق بين ضبط الجودة وضمان الجودة، يعني quality control وquality assurance. الأول quality control ضبط الجودة، والثاني quality assurance. الفرق ضمان يعني الوقاية من الوقوع في الخطأ وليس تصحيح الخطأ بعد وقوعه، ويقوم على احتمال وقوع الخطأ مع إمكانية تلافي وقوعه. يعني أني أنا أشوف وأتوقع وقوع الخطأ وأضع القيود بحيث أنها تضمن عدم الوقوع في الخطأ. مبادئ الحكم على جودة أي أداء اللي هو قلة الأخطاء وقصر فترة الخدمة المقدمة ومعرفة انطباع المستفيد اللي هو السيرفي، إذا نأخذ كويشنير أو استبيان من المستفيد من الخدمة، وظروف توفير الخدمة للجميع، والالتزام بمعايير العمل، إذا أنا وضعت معايير معينة هل أنا ملتزم بها أو لا، وتوفير معايير وسياسات واضحة للعمل. الجودة الشاملة هذه اللي تسمى Total Quality Assurance. صوت واضح ولا في مشكلة؟ صوت واضح؟ واضح. طيب الجودة الشاملة مفهوم إدارة الجودة الشاملة نتكلم عن بعدين. الأهداف الأساسية لفكرة إدارة الجودة الشاملة هي التحقق من مفهومي الشمولية والتكاملية. الجودة الشاملة نتكلم على شمولية وتكاملية. شمولية تعني التوسع في مستوى نوعية الخدمات التي يتوقعها المستفيدون من الرعاية الكلينيكية لكافة الجوانب الخاصة بالخدمات الصحية والإدارية والطبية. إذن شامل الخدمات الصحية والخدمات الإدارية والطبية. والتكاملية أن المنشأة كنظام مكونة من نظم فرعية يعتمد بعضها على بعض، كما أن لكل فرع برامجه الخاصة به، لأن هذه البرامج يجب أن تكون مكتملة. فمثلا أن بالنسبة لي قسم الأشعة وقسم المختبر يقومون بعمل تكاملي. إحنا مثلا نحتاج المختبر في فحص الحمل بالنسبة للنساء، يجب أن يقدم لنا الخدمة ويزودنا بالنتائج في وقت قصير وبطريقة دائما صحيحة وبطريقة أوتوماتيكية، مثلا ما تتأخر علينا. أهداف الجودة الشاملة طبعا الوصول بالخدمة لدرجة الأداء الصحيح وتحقيق الأداء الصحيح من أول مرة، زي ما قلنا بالتركيز على الوقاية من وقوع الأخطاء، ورضاء المستفيد عن الخدمة ورضاء الموظفين نفسهم القائمين بهذا العمل، والاستفادة التامة من الموارد البشرية والتنظيمية. الاستفادة التامة من الموارد عموما. فإذا عندنا إحنا استبيان للمستفيد من الخدمة، ولازم ما ننسى مقدم الخدمة، أن نسوي له استبيان على أساس نعرف مدى رضاه. إدارة الجودة مهامة أن بالعموم مراقبة جودة الرعاية المقدمة ووضع النظام هذا اللي هو توتال اللي هو الكواليتي بروجرام، كواليتي أشورنس بروجرام، ورفع الروح المعنوية للأفراد والتأكد من وجود نظام مناسب واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من العمليات، ووضع إجراء ونظام يسمح لأي موظف في المستشفى بالتعرف على يعني يكون هو شريك في هذا العمل، وصياغة وإعداد معايير تتعلق بالرعاية، ثم جمع البيانات. المعايير اللي تكلمنا عنها أنه هو يصوغها ويضعها، ثم جمع البيانات اللي خاصة بهذه المعايير
بصورة دورية على أساس يبين إنه إحنا هل قاعدين ملتزمين بالمعيار هذا أو لا. مدير قسم إدارة الجودة عنده مهام منها إعداد التقارير الدورية عن عمليات التقويم السنوي لإدارة المستشفى، فهو يقدم تقارير لإدارة اللي فوق العليا ويقدم تقارير لقسم الأشعة نفسه، وإعداد التقرير الشهري وتقديمه للجنة التنفيذية بالمستشفى إذا كانت فيه لجنة، وتقديم المعاونة الفنية بالنسبة للعاملين كيف يقومون بالتطوير الخدمة، كيف يقومون بالالتزام بهذا المعايير، وتقديم طبعا المشورة والنصح للعاملين، ومساعدة لجنة الجودة إذا كان في المستشفى لجنة لإدارة الجودة، ووضع نظام إداري يكفل سرية البيانات وما يتعلق بها. طبعا مبادئ إدارة الجودة الشاملة اللي تو تكلمنا عنها، إدارة الجودة الشاملة إنه الثقافة تكون موجودة بالنسبة للمؤسسة، يكون في مشاركة للعاملين وتدريب لهم، والتزام بالمعايير التي توضع، والتزام بالجودة الشاملة من الجميع، والتركيز طبعا على رضا سواء المستفيد أو مقدم الخدمة، والالتزام بمبدأ دائما التحسين المستمر. يعني ما نقف مثلا، احنا سوينا معيار الآن انه مدة الانتظار لا تقل عن اسبوعين، بعدين نتم بتحسينه، مثلا نقول مدة الانتظار لا تزود عن بدل اسبوعين 10 أيام، انا اقوم بتحسينها باستمرار، وتوفير طبعا الحوافز سواء مادية او معنوية، وتحليل النتائج والمتابعة والإشراف، هذه كلها من مبادئ إدارة الجودة. محصلة المهام الرئيسية لفريق الجودة، طبعاً المحصلة الرئيسية أنه التحسين المستمر للعمل، التعاون، بث روح التعاون، والوقاية من معنى الوقاية من التفتيش، أنه يكون فيه أصلاً مراقبة داخلية، ما تحتاج لما يجي فرق التفتيش ما تجد أنه في خلل، تجد فيه دائماً مراقبة مستمرة، وبالتالي المعايير كلها مراقبة ويتم الوفاء بها، وأنك تحسس الجميع بالمشاركة في هذا العمل، والأهم منها أنه القرارات حقتنا تكون بناءً على حقائق. فإذا مثلاً اتخذنا قرار بفتح غرفة إضافية يكون بناءً على حقائق وتقارير، إذا قررنا غلق غرفة يكون بناءً على تقارير. العوامل المساعدة على نجاح نظام إدارة الجودة اللي هو التركيز على أهمية دائما يكون فيه تطوير، وأن يكون المديرين يقومون بإرشاد الموظفين والعمال منذ لحظة تعيينهم إلى كيفية تقويم الموظفين، ويكون طبعا الجو يساعد على التطوير والتحفيز، وأن العمل يكون جماعي، ويكون فيه ربط بين القيم والمبادئ الموجودة في إدارة الجودة الشاملة، وتعيين المسؤولين يكون عليهم مطالبة الموظفين بالواجبات التي تخدم مبدأ أهمية الجودة، وتطوير طبعا الرؤية والاستراتيجية باستمرار، والتركيز على أهمية الاختيار الأمثل من الموظفين والعاملين، وأن تشمل الخطط الكلية والخطط الوظيفية الاستراتيجية المفصلة لكل قسم من المستشفى. طبعاً لما نتكلم على قسم الأشعة مثلاً يكون فيه خطط وأهداف خاصة بقسم الأشعة. مستويات السلم الوظيفي اللازم لتشكيل فريق الجودة، يكون مدراء من مراتب وظيفية أعلى، يعني اللي هم مدراء تنفيذيين، ثم مدراء من وظائف أقل اللي هم زي المشرفين أو المدراء، وبعدين يكون في استشاريين وموظفين غير متفرغين أو غير استشاريين. وطبعا يؤخذ في الاعتبار في كل هذول توفر الوقت لدى الفريق اللي هو فريق الجودة، هذا يكون في اجتماعات دورية يحضرونها، وأنه يكون تدريب دوري أيضا لازم، ويكون عندهم الوقت للعمل في المشروع والقيام بالمهمات خارج أوقات الاجتماع. وعناصر فريق العمل تتكون من سكرتير ورئيس ومنسق وأعضاء اللجنة. في الغالب يكون العامل في اللجنة بالنسبة للأشعة يكون هو مسؤول عن الجودة، ويكون هو أيضا عامل في الأشعة، يعني يأخذ أخصائي أشعة وفني أشعة، دائما يكون أفضل لأنه يكون يعرف طبيعة العمل، وبالتالي لما يضع الأهداف والمعايير يكون
معايير قابلة للتطبيق ومنطلقة من أس العمل هذا الموجود. إذا أحد عنده سؤال، أنا انتهيت المحاضرة هذه، تفضلوا بأسئلتكم. أي أسئلة؟ يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم، شكرا جزيلا، وأتمنى لكم كل توفيق إن شاء الله.